السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده العزازية الدمياطي اللي هي المكرونة باللبن. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وهنعملها زي طريقة المحلات بالظبط، لأن في ناس كتير بتعملها وبتحط فيها بيض، هما ما بيضيفوش فيها أي بيض، فهنعملها النهاردة زي ما بيعملوها يعني على طريقة الإيه المحلات بالظبط. والمكونات بتاعتها سهلة جدا وبسيطة. نشوف بقى يا حبايبي هنحتاج لإيه. هنا معايا ده كده 2 كيلو لبن، أنا غلياهو ما وهنحتاج مكرونة أسباكتي، أنا هنقط واخدة منها نص كوباية كده حبايبي، معايا هنقط برضو كوباية سكر وتلات أرباع كوباية نشا، وهنا معايا معلقتين كبار كده كاستر، معايا نقط سمنة برضو هنحتاجها، معايا برضو كيسين فانيليا هنحتاجها برضو، هنحطها برضو معاها تدي لها ريحة كده. وهنحتاج هنا بقى شوية مية عشان اسلق فيهم ايه المكرونة. طبعا انا هنقط بقى ايه جهزت كده وغليت اللبن. اول حاجة بقى هنعملها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هنضيف كده نص كوباية المكرونة ديت هنا، يا ما تكتريش مكرونه فيها ياما، يعني علشان هي برضو هيتحط فيها كاستر وهيتحط فيها نشا كده بس، فهي يعني شويه مكرونه كده هي نص الكوبايه ديت كفايه، يعني عشان ما تبقاش ماسكه قوي قوي يعني بعد ما تخلص. يلا بينا بقى حبايبي كده هولع بقى على المكرونه كده هبدأ اللي انا اسلقها. كده حبايبي انا كده ولعت على المكرونه، الميه انا كنت مسخناها عشان احط فيها الايه المكرونه على طول. لا دلوقتي بقى هسيبها لحد ما المكرونه معايا كده بقى ما تستوي، وبعد كده اصفيها من الميه ديت، وبعد كده نرجع تاني وانا مصفيها بقى ونشوف مع بعض بقى ايه هنعمل ايه. كده حبايبي المكرونه كده استوت كده معايا زي ما احنا شايفين، هبدأ بقى دلوقتي اللي انا اطفي عليها، واخدها كده على الحوض بقى في مصفى كده اهوت، واصفي الميه ديت منها خالص وبرد عليها كده بميه ساقعه، وبعد كده نرجع تاني. يعني كده حبايبي انا بعد ما بردت كده على المكرونه زي ما قلت لكم، دلوقتي بقى هاخد كده 2 كبشه كده، كام كبشه كده من اللبن احطهم عليها عشان اضربها في الخلاط، فانا بحب اللي انا انعمها. كده ايه مع شوية لبن خلاص كده حبايبي هبدأ بقى انا ايه اضيفها كده اهوت على اللبن. يعني انا عايزة برضو ايه ان انا اوريها لكم، هي ما بتبقاش ناعمة قوي يعني تلاقوها يعني ايه بتبقى فيها ايه حبيبات كده اهوت صغيرة، هي بتبقى كده يعني ما بتبقاش ناعمة قوي يعني. اهو شايفين هي بتبقى كده. نضربهم كده بقى مع بعض. كده هضيف بقى عليهم كوباية السكر، وهبدأ بقى ان انا اضيف بقية المكونات كلها معايا، وبعد كده احطها على النار. هنا بقى هبدأ اللي انا ادوق النشا والكاستر.
ممكن اللي انت يعني لو انت حابة يعني تزودي في المكرونة شوية، ممكن تحطي 100 جرام مكرونة بس مش اكتر من كده. الفانيليا بقى تبقى اخر حاجة، هاخد كده كوباية المية ادوبهم بقى كده بكوباية مية. كده عليها كده حبايبي. دلوقتي بقى ايه، هزود لها، احط كده معلقه سمنه. طبعا السمنه بتدي لها طعم جميل جدا. هاخد معلقه كده دلوقتي اضيفها برضو مع الخليط دوت. كده حبايبي بتخلي الطعم بتاعها تحفه. دلوقتي بقى هولع عليها على النار. كده حبايبي دلوقتي بقى هبدأ بقى دلوقتي اللي انا اقلب فيها، يعني مش هبطل بقى تقليب عشان هي طبعا النشا والكاستر وكده، فهتبدأ بقى اللي هي القوام بتاعها يعني يتقل معايا، فلازم ما سيبهاش، لازم يكون ايدي فيها. طبعا مجهزة بقى صينية كده جنبي مني، طبعا الصينية تكون مناسبة يعني تاخد الكمية ديت اللي انا عاملاها. دلوقتي بقى ايه، هتنى اقلب فيها كده بس شوية، هوقف مع بال ايه ما يعني ما تبدأ اللي هي ايه تتقل كده ايه معايا، بس هوقف دلوقتي ونرجع تاني. كده حبايبي هي بدأت كده اللي هي تتقل كده معايا زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى دلوقتي اللي انا انزل عليها بالفانيليا، كيسين الفانيليا، واقلق ده. طبعا في هتلاقوا في محلات برضو ما بيحطوش فيها مكرونة كمان خالص، يعني بتبقى لبن ونشا والمكونات اللي انا ضفتها، وما بيعملوهاش بمكرونة. في محلات تانية بتلاقوا حاطين فيها ايه مكرونة، فطبعا هي الاساسي فيها يعني المكرونة، فبتدي لها طعم جميل برضو. هتلاقي ان شاء الله كده الطريقة تعجبكم حبايبي لما تجربوه. كده انا بس هوقف كده دقيقتين كده مع بال ما تلف كمان شوية معايا ونرجع تاني. كده خلاص حبايبي، يعني زي ما احنا شايفين كده القوام بتاعها كده تقول كده معايا. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اطفي عليها واصبها بقى في الصينية. كده حبايبي الصينية بقى اللي معايا ديت هقول لكم برضو المقاس بتاعها عشان تبقوا عارفينه. مقاس الصينية 24 × 34. طبعا حبيت بس ان انا اقول لكم بس مقاس الصينية عشان ايه تبقوا عارفين. دلوقتي بقى انا هصب بقى كده اهوت. كده حبايبي خلاص هسيبها بقى، هسيبها دلوقتي لحد ما تبرد خالص معايا،
ويعني لو انت عاملاها مثلا يعني من الصبح، ممكن تسيبيها على يعني كام ساعة كده اهوت، بس لحد ما تبرد وتلاقيها يعني مسكت كده في بعضيها وعملت طبقة ايه قشرة كده اهوت ايه من فوق. هنرجع بعد كده ونشوف مع بعض بقى ايه يعني بقية الخطوات، عن ان شاء الله كده نكملها ايه مع بعض. ده دلوقتي بقى انا هسيبها دلوقتي لحد ما تبرد ايه خالص. كده حبايبي الصينية كده بردت معايا خالص، ويعني سبتها كده بره كده اهوت لحد ما بردت خالص، يعني في درجة حرارة المطبخ كده اهوت. وبعد كده اهوت بقى ايه دخلتها التلاجة كام ساعة كده اهوت، لحد زي ما احنا شايفين كده حبايبي، يعني هتلاقوا اللي هي ايه مسكت معايا كده. فدلوقتي بقى ايه دلوقتي هبدأ بقى معلقة سمنة كده انا مسيحاها كده اهوت على النار دافية، هبدأ بفرشة كده اهوت وادهن الوش بتاعها. وطبعا في المرحلة ديت انا مولعة الشواية عشان ادخلها بقى ايه تحت الشواية كده ايه تاخد لون، لان هي اساسا احنا عايزين بس ان احنا نديلها لون من فوق بس. وطبعا وانا بدهن كده بالراحة ايه بتبقي بالراحة خالص وانت بتدهني، يعني علشان بس ما تضيعيش اللي هي الطبقة الوش اللي هي بتاع الصينية، يعني عشان ده يعني بيديلها شكل حلو في الاخر لما بتيجي بتقدميها كده. بقى انا هدهنها كده كلها حبايبي بنفس الطريقة وارجع تاني. دلوقتي يا حبايبي انا كده خلصتها كده خلاص، دهنت الوش كله بالسمنة. هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ادخلها تحت الشواية لحد ما تاخد لون كده اهوت، وبعد كده نرجع تاني. كده حبايبي الصينية كده خدت لون كده معايا تحت الشواية، حطيتها كده لحد ما خدت لون كده معايا. هبدأ بقى انا لسه مطلعاها دلوقتي، هسيبها برضو لما تبرد كده شوية، وبعد كده هدخلها التلاجة لحد ما تسقع خالص، وبعد كده بقى ايه تتقدم. حبايبي الصينية كده بعد ما خدت لون كده زي ما شفنا كده ووريتكم ما تحت الشواية، سبتها لما بردت خالص، وبعد كده رحت مدخلاها بقى التلاجة يعني لحد ما تحس بقى اللي هي بقت ساقعة كده معاكي، وهتلاقيها كمان اللي هي ايه مسكت تاني زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هبدأ اللي انا ايه اطلع كده منها واوريلكم برضو ايه شكلها. طبعا انا عاملاها يعني انا بدأت فيها اول ما بدأت فيها من الظهر كده من الساعة 12، ومع بال بقى ما جمدت كده معايا زي ما احنا شايفين كده حبايبي، يعني اهيت شايفين شكلها جميل ازاي. طبعا هي كده بقى ايه سبتها بقى لحد بالليل كده لحد بعد العشاء كده. دلوقتي هبدأ بقى اللي انا ايه احطها كده بقى في الطبق. طلع كده ايه كام حتة كده اهوت. طبعا انت ممكن اللي انت تسيبيها لحد الصبح كده في قلب التلاجة، بس انا بس ايه استعجلت بقى حابة ايه حابة ان انا ننهي معاكم الفيديو شايفين. بس هي الافضل اللي انت تسيبيها لحد الصبح كده، يعني كل ما هتسيبيها تبقى يبقى احسن. ما ازيحها كده شوية كده حبايبي. زي ما شفنا يعني الطريقة كانت سهلة جدا وبسيطة كده بقى. انا استخدمت المكرونة
يعني 100 جرام كده مكرونة استخدمتها في قلب ال في قلب ال يعني الوصفة كده معانا النهاردة اللي هي العزازية. بس كده حبايبي، يعني اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما وتكونوا استفدتم من الطريقه فعلا. ما واي استفسار، اي حاجه، اكتبوا لي تعليقات كده وانا معاكم حبايبي. يعني طبعا هي 100 جرام مكرونه بتاخد معايا كوبايه، 100 جرام مكرونه اسباجيتي بتاخد ملو الكوبايه اللي هي دي كده حبايبي. يعني طبعا انا استخدمت في قلب الفيديو نص كوباية كده في الاول، بس وانا بسلقها زودت كمان حبة، يعني كده وات ايه 100 جرام بالظبط اللي انا استخدمتهم في قلب الوصفة كده النهاردة. بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.